صباح الخير عمي حسن نصر الله، هلا بدي رد عليه. نعم، أول مين قال على أنه أكثرية المسيحيين من أصول شيعية وقت اللي دخلوا المماليك على الشاطئ اللبناني بطرابلس بالذات، اللي كانوا موجودين من أكثرية إيرانية؟ وصحيح هذا الكلام، البعض منهم قوة من دبح، والبعض منهم عمل سنة، والبعض من انهرب بهالجرود ووصل لعنا بالجبال. يمكن أنا واحد منهم، ما في DNA بسبتشي، ما في DNA بلبنان. هيدي أكبر غلطة، كل واحد بيدعي أني أنا بملك وأنا من أصل وأنا من أصل، ما في اسمه من أصل، في DNA بسبت. طيب هلا أنت اعطيتني جزين جديد علي، بس الطريقة اللي حكيت فيها أنا بأمن فيها. نعم، بس مشروعك بالسيطرة بولاية الفقيه منه ظابط. ليش؟ اللعبة منا بإيدك، أنت بتنفذ، إيران بتنفذ، النظام السوري بينفذ. اللعبة منا بإيدكم، اللعبة وقت اللي بتغلطوا بالتنفيذ بتاكلوا القطلة. اللعبة بإيد المعلم، والمعلم بيقرر هاللعبة. ميشيل عون ممكن في كتير. أنا بتذكر بلندن كان قعد فؤاد الزيات وقعد خيو لهالوسخ المجرور اللي اسمه ألبير منصور جنرال، ما بعرف إذا كان متقاعد أو صار بده يتقاعد، بيقولوله جنرال منصور، قول عكتر ما صار في جنرالية، يعني صرت بتقرف من البدلة المرتقة، صرت بتقرف مني. طيب قلت لهم، كان الصبح قلت لهم أنا بقدر بسبيت أقعد فؤاد الزيات وأقعد منصور، أنا بقدر بسبيت عن يتروق فؤاد الزيات، أنا بقدر بسبيت أنه أكثرية المسيحيين من أصول شيعية، ما بده يخليني يكفي فؤاد الزيات لسجل دي بوينت أو ما بعرف ليش الطريقة العربية، فبيقوم وبيقوف يلا نمشي وتركوني. أنا ما بدي أمشي، لأني بدي أركب طيارتي بأول الليل، يعني بأول السهرة، وأمشي فيها على أمريكا. نعم هالكلام بعيدوا فيك، كل من أصول شيعية، من هون بتشوف بيت حرب شيعة ومورنة، من هون بتشوف بيت بري شيعة ومورنة، بيت الشيخوري أكترية منطقة صغرتها ومنطقته، بيت زخية من أصل شيعة، بيت عنتر من أصل شيعة، بيت البوبا من أصل شيعة، بيت الخوام من أصل شيعة، بيت الشيغوري من أصل شيعة، وفينا نعد كتير. هذا كلام أنا موفو معك، بس ما فيك تربح الحرب، ما فيك تربح البتكنية، لأنه اللعبة منا بإيدكم، اللعبة بإيد المعلم، هو بقرب إيده المسطرة وهو بمشي اللعبة. قالك الدكتور سمير جعجع مرة، قالك لو كان في قرار أممي كلنا كنا بنمشي معك. ما فيك بمعناتي أنا هلا يعني ناسي التعبير، بس التعبير بيقول إنه لو كان في قرار دولي إنك أنت تحكم وتسيطر كان إيه، بس اللعبة ما أنا بإيدك، بلعبة الأمم ما أنا بإيدك. ميشيل عون إيه ممكن يكون شيعي، ممكن، بس ليش عم بتبخره؟ ما أنا ليك هالطبخيره، بس ممكن بدها DNA، طالما ما في DNA كل الكلام ملو معنى. هيدي مهمة. هلا بالنسبة لميشيل عون، يا لبنانيين اسمعوا شو عم بيحكي ميشيل عون. هلا عم بيحكي انه انا بدي اعمل بعض الانتخابات، اول الانتخابات كلها مزوره already، خدوا المعلومات اللبنانيين، بلش التسوير بكسروين بعدة شغلات، عندي اياها بالتفاصيل اللي عم توصلي كيف عم بتتم، كيف بدها تتم، من شراء الأصوات، بين اللعب بالاقتراع، هذا كله منظمينه مشان تربح كسروين، لأنه ما في يربح شيء من روكوز، ولكن بدني أمنه. هيدي واحدة. اثنين، ميشيل عون بيقول أنه بعد الانتخابات أنا بدي أعمل استراتيجية دفاعية. إيكول خرا، حزب الله طلب منك
انك انت تطرح شو استراتيجية دفاعية، حكي كلام، حتى بالشيطاني تبعهم وبالزعرني تبع حزب الله وبتركيبات وصواريخ وكيميكال وغاز السيرين وكل هالقصص على الصاروخ، تركيب معامل ما معامل طريق، هذا كله هاي اللي بيسموها الزعرنة. فإذا انضربوا بيقولوا للجيش، بتصدر انت الأوامر للجيش بالتصدي. ليش؟ هيك حزب الله بيكون ضرب الجيش بالصلاح اللي نحن الأمريكان عم ندفع هالتاكس هذا كله، عم نعطيهن إياه ببلاش تنوقف هالدولة، هيك بتضربوا الدولة، صورت الدولة بإيدك. هاللعبة المخطط اللي عاملوا هلأ حزب الله وميشيل عام ماشي فيه. اسمعوا السياديين، اسمعوها كيف هي. هلأ أنا عم بسطها هيك، بس بهالطريقة هيدي اللعبة اللي عم يعملوها. نحن بدورنا واضح، شعوب ما بتقعد مع بعض، نطلب من دولة إسرائيل أبدا قائدي ورائدي لمنطقة الهلال الخصيب، واضحة وصريحة، بدنا سيكس بيكو جديد بالمنطقة. هذا الكلام الصحيح يا أخوان يلي أنا عم بعطيكني. إذن ميشيل عام ماشي باللعبة الوسخة على حساب السيادة والاستقلال والوطن. بس بوعدك عمي حسن نصر الله، قلت لك قيادتك بالشي اللي قلته اليوم، ما حيكون معك وقت تتفشوا الجيش على اللعبة إلا إذا تفشتوا، ولو تفشتوا بيروح معك نصلوته. وقت اللي بده يتخذ القرار عليك، لا أنت ولا إيران ولا رب المنطقة فيها طواف، المعلم هو بيقرر شو بده يصير. هلا عم بيشوغب بوتين، عم بيحط بوتين، بس بدها توصل الجنرالية بالصين وبالولايات المتحدة، بدهم يجيبوا بوتين، مجبورين، ما عندهم خيار، لأنه عن يلعب لعبة الشيطنة. إذا ما حيكون معكن وقت، شيل بكن تشوفوه موصير قبل. هيدا كله حكي. هلا بتقلي بشو بتنصحني؟ عمي حسن أنا بنصحك بفرض شغلة، مشروعكن ما بيمشي، أما يطلع لكن شغلة، تقسيم المنطقة جاية، في دولة كردية الكرد حقن بهالدولة، وفي دولة درزية والدروز حقن بهالدولة، وفي دول بدها تجي، العلويين بدهن يقعدوا بدولة. إذن أنتوا بتقدروا تاخدوا شقفة، ولكن بدكن تسلموا صواريخكن كلها كلها كلها، ويتفكفك البرنامج النووي وكل شيء، وإلا إيران رايحة عتفكفك. طمن بالك، طم العالم ماشي بطريقة، ويمكن نهاية العالم تصير، بس لم بتصير بتصير، يعني شو بتربح منه؟ إنه البينجو، اللوتو، كازينو لبنان، شكة سلعيات البنزين من أمريكا، الأدوية الفاسدة، هذا كله شو بيبقى؟ ماذا يفيد الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ اللي بدك تشوفه ما فيك تحمله. هلأ الجيش اللبناني، كلمة بسيطة بقولكن، هي هذا اللي كيمشينه بتسموه مسلم، بتسموه سني، سموه البدكنية. شو قالوا لي رئيس المحكمة العسكرية؟ لما قالوا رئيس المحكمة العسكرية، طيب انت كيف فت على لبنان؟ قالوا سئل حزب الله والجيش كيف بيفوت على لبنان، فيت وطلع وبيفوت صليح. قالوا هيدي ما انا شغلتك. طيب شغلت مين اللي حكيناها نحن؟ هول أمريكان وصهيونه، والمحكينا بعقل بيجاوبكن، هيدا جاوبكن الجواب المظبوط. طيب اسألوهن كيف عم بيفوتوا وبيطلعوا الجيش اللبناني؟ اذا ما بدك تاخد مسؤوليتك وبدك تفوت ويفوتوك، هال الوسخين السيفلين، الملك عين تبزق عليهم، ميشيل عان وهذا الولد سعد الحريري، قول عينة الزرقاء. لك بدي اسألك سعد الحريري، هل عين الزرقاء حطيت البرج والحلاس والنهاد المشنون؟ انا بدي اسألك السؤال بس، هذا مستواك ولا سعد الحريري؟ روح حكي مع غيرنا، ليه فيك تحكم السني؟ ليه اليوم ولا عبكرة ولا بعد 100 سنة؟ ما بتطلع قطصبوته للرئيس صعب سليم، كان تارك المعادلة اللبنانية الرئيس رشيد كرامي بالشمال، ما كانوا يعملوا هالشغلات. انت اللي عم تعملها بدك تفوت وتعلن لويحك وين ما كان، امينك انت؟
هذا كلام ساعب بق البحص وبقه. انت سعوده سعودي معك الهوى استقيل. مثل انا اذا جدت وعرضت علي تعمل وزير او رئيس جمهورية بلبنان لاني موروني. اما كمال باك جنبلوط ما له حق يعمل رئيس جمهورية. وليد باك ما له حق. طيب ما بتكن تخلونا نعلم من الدولة مع شيء. انا بدي اسال دولتي امريكا اذا كنت بتخلينا هيك. انتو بتجيبوا واحد حامل الباسبور الفرنسي او الفرنسوي وليدات كيف له حق؟ في قانون بأمريكا بدنا نمشي بالقانون. مشان هيك لما بحكي أنا بنظر بس بنظر بطريقة مرتبة مشان تسمع. جيش اللبناني إذا ما بدك تاخد مسؤوليتك بدك تروح سلوطة معهم ما فيك تتحمل. قش بدي من خرطك احكي اللي بدك إياه ما فيك تتحمل. شكرا وألف شكر. أنا صوتكم لدى الغرب.